السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. نواصل سلسلة من الفيديوهات الموجهة للادينيين اللي غادروا الإسلام وتحرروا من عبودية أفكاره واستسلام للأفكار القديمة الجاهلية. في الحقيقة اتصلوا بي عدة أصدقاء لادينيين وقالوا لي باش نفصل أكثر في قضية الختان بالنسبة للإناث وبالنسبة للذكور. انتم تعرفوا اللي احنا توا ما عادش باش نوليو معناتها مزروبين بالوقت، ناخذوا كل راحتنا باش نعبروا على أفكارنا حتى الفكرة توصل واضحة للجميع. قبل كل شيء حبيت نوجه اعتذاري لاثنين من أولادي حسام ومهدي اللي طهرتهم وقت كانوا صغار، طهرتهم على الطريقة الشيعية في السابع يوم. تعرفوا الشيعة تطهر كما اليهود في السابع يوم، مش كما السنة. السنة يخليه حتى يولي عمره عامين وثلاث سنين وحتى أكبر شوية، ساعات يستنى أخوه فهمت باش يطهروهم وهم كبار، يعني ويكون التأثير كبير لأنها يعني تبقى في الذاكرة بتاع الطفل الصغير تلك العملية. كما وقعت لي ليانا، كان عندي خويا أصغر مني بثلاث سنين وحبوا يطهرونا مع بعضنا، يعني أنا تم طهروني يعني في سن كبير، وذاك الشيء يعني أثر نفسيا على الطفل حياته كاملة، هذيك الفجعة متاع يشدوه ويطهروه. بينما التطهير مع الطهارة في سن جدا متقدم في السبع يوم كما عند اليهود وعند الشيعة، صحيح هو ما عندوش تأثير كبير نفسي لأنه لا يبقى في الذاكرة، يمكن في الذاكرة اللاشعورية تبقى، أما في الذاكرة معناتها اللي يتذكرها الإنسان ما تبقاش حتى ذاكرة، لكن المضار متاعها كبيرة. وتو نتكلموا عليها في الفيديو القادم، نتكلموا على الطهارة متاع الأولاد. هنا حبيت أنا نتكلم على الطهارة متاع النساء. صحيح اللي الطهارة متاع النساء ما هيش معروفة كثيرة في دولنا تونس والمغرب والجزائر، ولكن نعرف أنها معروفة في مصر، فهمت؟ حتى يقولوا معناتها مصر يعني توصل درجة 90% معناتها من نساء يعني يطهروا، خاصة في الأرياف، فهمت؟ يعني الطهارة متاع النساء معروفة، ختان النساء في مصر معروف وفي السودان. وقت نغزروا للتقارير بتاع الأمم المتحدة تقول يعني 126 مليون معناتها طفلة ولا امرأة يتم معناتها ختانها معناتها في العالم. ونعرفوا اللي المنطقة المتأثرة بختان النساء هي أكثر شيء وسط إفريقيا، جهة السودان والصومال، توصل حتى للسنغال وتنتقل إلى دول في آسيا، والآن حتى معناتها نتيجة الهجرة هناك معناتها الختان موجود في أمريكا وفي أوروبا، رغم اللي معناتها الأمم المتحدة منعت. حتى في مصر 2008 ساقط مصر على قانون معناتها يمنع ويعاقب الختان، لكن رغم ذلك عملية الختان تمارس إلى يومنا هذا، خاصة معناتها بعد ما يسمى معناتها بالثورة بين قوسين الانتفاضة المصرية، وكان في عهد مرسي كانوا باش معناتها ما يوافقوش على باش ينحيوا هذا القانون اللي 2008 تم معناتها تجريم عملية ختان النساء. ولكن بعد سقوط مرسي القانون مازال يعني يمنع، لكن رغم ذلك لا يطبق تطبيق دقيق في مصر، وفي بعض الدول الأخرى معناتها مسموح به، مسموح به، وهو معناتها جريمة كبيرة في حق الأنثى أو بحق المرأة وفي حق الطفولة، يعني جريمتين، يعني جريمة في حق المرأة وجريمة في حق الطفل. الختان النساء راهي ماهيش معناتها مختصرة على المسلمين فقط، هذا لازمنا نعرفه. احنا وقت نجيو نرجعوا للتاريخ، فما يقول لك مثلا اللي ختان النساء هي عادة فرعونية، فهمت؟ وانا مانيش متفق مع هذه الفكره انها عاده فرعونيه.
واتفق مع احد الباحثين في هذه المساله هو محمد الفياض، يقول لك لا هي عاده اصلها افريقيه وانتقلت الى مصر في عصر الانحطاط الفرعوني واصبحت عاده فرعونيه، اما هي في الاصل لان الفراعنه كانوا يحترمون احترام كبير للمراه، ولا اظن انهم كانوا يمارسون عليها هذه معناتها الممارسه، رغم ان يقول لك فيما بعض المومياءات المصريه معناتها مختونه، ولكن الادله غير موجوده معناتها واضحه ان الفراعنه من الاول نتاعهم به ختان الرجال الذكور هذه مساله واضحه عند الفراعنه وهذيك تكلموا عليها، اما النساء مساله مش واضحه. حتى ما يسمى في الديانات، ما يسمى بالديانات السماويه اليهوديه والمسيحيه والاسلام، ليس موجود في كتبهم اللي بين قوسين مقدسه، فهمت، الرسميه موجود حتى كلام على هذه معناتها العاده، وانما موجود في التقاليد. ونتصور انا نتصور على حسب رايي ان ختان النساء حسب معناتها الدراسه اللي درستها هي اصلها افريقيه، يعني من شرق افريقيا، هي بدات من تلك المنطقه، وكان الهدف نتاعها هو تقليل الشهوه للمراه. وانتم تعرفوا ان الختان النساء معناتها فما اربع انواع، لو نرجعوا لو تدرسوا المساله هذه معناتها نعطيكم بصفه عامه، ما انتم تنجموا تعاودوا تدرسوا وتبحثوا على جوجل، موجود كل المعلومات المساله هذيك، ان العاده ترجع الى عاده انيميست. ليزانيميست هو ما يسمى الديانه الافريقيه القديمه لعباده الارواح او عباده الاسلاف. وكانت المراه في شرق افريقيا بصفه عامه يمكن كانوا معناتها شاف في شرق افريقيا او وسط افريقيا هي منطقه جدا حاره، تعرفوا معناتها حتى معناتها مناخيا هي من في موجود خط الاستواء. واكيد في هذه المنطقه ان المراه معناتها اكثر شهوه ومن الرجال، ونعرفوا احنا اللي المراه مش كيما الراجل، يعني الراجل عنده نجم نقولوا شهوه واحده ولا حتى شهوتين، بين المراه عندها شهوات ياسر، فهمت. انا ما نحبش هنا ندخل في درس جنسي، على خاطر انا ديما نقول انا راي المشكله مش مشكله تحريم او منع، المشكله مشكله وعي، فهمت، يعني معناتها الحل عمره ما كان في المنع والبتر، مش من خاطر انا فهمت اخاف انه اصاب مثلا النساء تصاب بسرطان الثدي نمشي نقص لهم الكل فهمت ثديهم، فهمت، ما يجيش مش معقول. والا انا نخاف مثلا من الاوساخ اللي موجوده في الاظافر نمشي نقص صوابعي ولا نحي ظوافري معناتها كومبليتمون نحي ظوافري كليا لكي لا اصاب بامراض نتيجه الظوافر، والا مثلا ليس لان الاسنان يصابون بالسوس نمشي نحي سنية، والمشكله عمرها ما كانت في المنع وفي البتر وانما في الثقافه. على حسب الدراسة اللي درستها على ختان النساء وراني بحثت فيها وانا ناقشت الموضوع هذا معناتها دقيق جدا، ختان النساء وختان الرجال، انا اكثر واحد معناتها تأثرت بالبحوثات نتاعو هو سامي الذيب، يعني كان يجي على الفوروم اسلام لا وعلى فورومات اخرى وكنا نناقشوا في هذه المسألة. وفي الحقيقة انا عندما خرجت من الاسلام صحيح ما كنتش نعرف ما يسمى بختان النساء، لكن كنت نعرف ختان الرجال شيء طبيعي، ورغم اللي وليت ما عادش مسلم لكن اعتبر كانت عندي في الوعي نتاعي في اللاوعي نتاعي ان ختان معناتها الرجال نظافه وانها تحمي من الامراض وهذيك كلها من الافكار الخاطئه. المشكله اللي ختان الرجال يعني موجود في نص واضح عند اليهود، واليهود تعرفوا ان اللوب اليهودي عنده تاثير كبير في المجال الطبي والمجال السياسي، هذاك علاش ما فماش معناتها فما ياسر مثلا فما دراسات تقول لك اللي هو فيه مصلحه وكذا وكذا، حتى في امريكا فما ياسر من المسيحي طار، فهمت، هذاك علاش يعني والمسلمين يتبعوا فيهم، فهمت، المسلمين يتبعوا فيهم، وهذا الموضوع نتكلم عليه في الفيديو القادم. اما هنا نحب نبقى في قضيه ما يسمى ختان النساء. على حسب الدراسات وعلى حسب البحوثات اللي تبعتها في المساله هذه لاحظت ان الهدف الاساسي من ختان النساء
هو تقليل الشهوة من ناحية أولى، وإحنا نعرف إن المرأة عندها عديد من الشهوات، ونجم نقولوا اللي بدنها كامل حتى الإنسان، يعني هو فكر كما نقولوا وجهة نظر نتاع الرجال، مش وجهة معناتها الرجال بصفة عامة، ينظر إلى المرأة كلها شهوة، يعني أي حاجة في المرأة تنجم يعني تجلب الراجل، سوى شعرها سوى بدنها سوى أي بلاصة، يعني هذه معناتها مسألة طبيعية. هذاك على الأذى، وهذا معناتها تفكير رجالي ليس تفكير إلهي كما يريد أن يمر يمرنا معناتها هذه الأفكار الدينية، يقول لك أن المرأة عورة، فهمت؟ هو معناتها مستحيل تكون معناتها هذا تفكير إله، أنه ينظر إلى حاجة معناتها من المفروض أنها خلقها أنها كلها عورة، هذا مش صحيح. المرأة أكثر شهوة من الرجل، هذا معروف. لو نرجع مثلا للنوعين الأساسيين معناتها للنشوة المرأة، نلقاو أن نشوة، فما زوز نشوات عند المرأة معناتها واضحين، هو ما يسمى نشوة البذرة ونشوة المهبل، يعني هذوما النشوتين الكبار. ونعرفوا اللي احنا النشوة بتاع البذرة هي أكثر سهولة، لأن منطقة الفرج بتاع المرأة سواء ناحية البذرة وما يسمى فهمت بالشفتين، فهمت الصغرى والكبرى، هناك فما معناتها عروق ياسر معناتها حساسة، هذوما العروق ياسر حساسة، وفيهم يعني منطقة حساسة كبيرة للمرأة اللي هي تجيب لها ما يسمى بالشهوة الخارجية، هذه الشهوة الأولى. وأكثر النساء، فهمت، أكثر النساء معناتها نجم نقولوا ما نحبش نعطي واحد، أما أكثر النساء هذه الشهوة عندهم حاجة معروفة، فهمت، يعني يحصلوا عليها بسهولة. بينما ما يسمى بالنشوة الثانية وهي نشوة المهبل، ما يسمى بالنشوة الداخلية، هي أصعب للحصول عليها، ونسبة النساء اللي عندهم النشوة الداخلية وهي معناتها تتفصل إلى أنواع، ما نحبش ندخل في التفاصيل هذه، يعني نسبة قليلة جدا، فهمت، قليلة جدا. وأنا على حسب رأيي أن القيام بعملية الطهارة للنساء، خاطر لو نشوفوا أنواع الطهارة هي أربعة، فما طريقة أولى هي يقوموا بقص البذرة يا إما كليا، فهمت، يا إما جزئيا، وهذا يقلل من نشوة المرأة الخارجية، شيء طبيعي، لأن هذه البذرة هي عبارة على ذكر خارج. فما حتى يقول لك انها الطهارة عندها تفكيرها ان عندما يقطعون البذرة هما يقطعون الجانب الذكوري في المرأة، وعندما يطهرون الراجل ويقصوا له هذيك الجلدة اللي حول الحشفة هما يقطعوا ما يسمى بالجانب الأنوثي من الراجل. هذه معناتها فكرة، فهمت، نرجعوا للفكرة، يعني هما عبارة عن ختان المرأة وختان الرجل، هو قطع الجانب الذكوري في المرأة وعند الرجل قطع الجانب الأنوثي. لأن لو نشوفوا البذرة خاصة في ساحل إفريقيا، في المناطق شرق إفريقيا، ما نعرفش فما الرجال اللي معناتها مارسوا الجنس مع النساء في هذه المنطقة، خاصة نواحي الصومال والجيبوتي وإريتريا، يلاحظ، واليمن، حتى اليمن تلقى أن المرأة غاديك عندها البذرة متاعها ياسر كبيرة، حتى في السعودية موجود، فهمت، البذرة متاعها يعني بطريقة تظهر كأنها ذكر رجالي، فهمت، وهذه معناتها حاجة معناتها أنا تعجبت منها، معناتها حقيقة تعجبت منها، لأن غير طبيعية بالنسبة لي احنا شمال إفريقيا ما عندناش هذه المسألة، فهمت، ولا في أوروبا تلقى البذرة صغيرة ما تتشافش ومتخبية، فهمت، بينما في شرق إفريقيا تلقى البذرة توصل معناتها كبرها يعني سنتيمتر 5 مليمتر حتى أكثر، ولهذا يقومون بعملية قطع جزء منها لتقليلها أو قطعها كليا. هذه معناتها النوع الأول من الطهارة، وهذه الطهارة الوحيدة اللي يتكلم عليها الإسلام، حتى وقت نرجع للأحاديث نلقاه يتكلم على الطهارة هذه. أما الأنواع الأخرى من الطهارة، فما طهارة يجي قص لك البذرة يا أما جزئين يا أما كليا، ويزيد يقص لك ما يسمى
الشفة العليا والسفلى والغليظة والرقيقة يقصوها كليا، وهي منطقة جدا معبية بالعروق الحساسة زده هي بعد البذرة. يقصوا البذرة النوع الثاني، النوع الأول يقصوا البذرة كليا أو جزئيا، النوع الثاني يقصوا البذرة ويقصوا ما يسمى بالشفة الغليظة والرقيقة أو العليا أو السفلى جزئيا أو كليا، وينجموا يقصوها معناتها كليا هي والبذرة حتى ينحيوها جملة واحدة وتولي ما عادش فما حتى عرق حساس في منطقة الفرج بتاع المرأة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث انه بعد عملية القص يتم عملية ما يسمى تخييط فرج المرأة، وترك كان مكان البول وتخييط مكان اللجوء معناتها المهبل لكي لا تمارس الجنس، ولا يتم فتح إلا عند الزواج. يعني هذه ما يسمى حماية عذرية المرأة. أما النوع الرابع واللي هو أخطر واخطرين، هو قص البذرة وقص الشفتين والتخييط، وفوق هذاك الكل يعملوا كوي لمنطقة الفرج الخارجية حتى لين يتم قتل كليا كل شعور وكل عروق موجودة في هذه المنطقة، وهي معناتها يولي المرأة ما عادش عندها حتى خيار إلا خيار واحد، هي النشوة ما يسمى في المهبل الداخلية. يمكن يكون هذا هو الهدف منها، ولكن الهدف هو تقليل شهوة المرأة وجعلها أمام خيار واحد. لكن المشكلة كما قلت لكم إن الشهوة الداخلية هي جدا صعبة للمرأة، لأنها تحتاج ممارسة جنسية طويلة لكي تحصل عليها، ولازمها معرفة ولازمها ياسر حاجات معناتها لازمها تنتبه لروحها باش تنجم تكتشفها وتعيشها. إذا هنا نلقاو اللي النساء في المناطق اللي يتم فيها الطهارة تفقد الشهوة كليا، لأنها لو لم تحصل على الشهوة الداخلية هي ما تستطيعش بطبيعتها الحصول على الشهوة الخارجية، إذا هنا تعيش حياتها كاملة مبتورة لا تعرف الشهوة أصلا، وهي عبارة على ثقب فهمت لا يصلح لشيء إلا للإنجاب فقط. هذاك علاش كما قلت لكم يعني الطهارة متاع النساء يزيش هي معناتها تعدي على الأنوثة وتعدي على الطفولة وتعدي على كل مبادئ إنسانية، ولهذا مع تجريمها، وتم تجريمها من المتحدة يعني تم تجريمها، ولكن مع الأسف ما زالت تمارس إلى هذا اليوم. تو نرجع للإسلام، هنا نحب نقول اللي راهو مش الإسلام وحده، تلقى ليزانيميست، تلقى المذاهب الإسلامية، فما حتى البهرة اللي موجودة في شرق أفريقيا وموجودة في الهند وفي باكستان، معناتها نوع من المذاهب الإسماعيلية تمارس ختان النساء، وتجدها عند الأقباط، وتجدها عند المسيحيين، وتجدها عند اليهود الفلاشة يمارسون هذه العملية. وحتى مثلا في أوروبا الآن، معناتها في أوروبا وأمريكا رغم هي مجرمة، يرجعون بالنساء للبلدان هذيك اللي هي مسموح فيها الختان النساء ويعاملوهم عملية الختان هذه، ويعاودوا يرجعوا لأوروبا على خاطر من القانون في أوروبا يمنع ويجرم هذه العملية. عندما نرجع معناتها كما حبيت نقول لكم، هي عادة أنا حسب رأيي هي عادة أنيميست، يعني بتاع هذوك عباد، مش عباد يعني عباد الطبيعة وكل شيء، والهدف متاعها هو قتل الشهوة الخارجية للمرأة. تو يجي يقول لك لا هي عملية تجميلية، أنا تجميلية فهمت، ما فما حدا تجميل، ولا يقول لك عملية نظافية على المنظافة كما قلت لكم، مش على خاطر الوسخ يدخل تحت ظوافري، ولا خاطر سنية تسوي نمشي نقص ظوافري ولا نقص صوابعي ولا نحي سنية. يعني المسألة في الوعي مش في المنع والبتر، وخاصة إن هذا طفل، يعني ليس لك الحق أن تلمس شعرة من جسده المرأة. أنا ضد حتى نقبان وظن الطفلة، أي حق خليها وقت تكبر هي تنقب وذنها، أي حق تتعدى على يعني حاجة تمارسها على جسده فهمت، ما عندكش الحق، أنت مجبور كأب ولا كأم إنك تحمي طفلك من أي تشويه جسدي فهمت؟ ولا تجي مثلا تعمل له تدخل له معتقداتك، تجي تحجم له مثلا قرعه ولا تعمل له شم باي حق. خليه وقت يكبر، هو انت كاب ولا كام، وانا هنا نتوجه للادينيين، انك تحمي طفلك وانها ينشا في بيئه طبيعيه
فهمت؟ وما تتعداش على جسده مهما كان، فهمت؟ مهما كان لا يحق لك أن تتعدى على جسد ابنك ولا أن تمارس عليه معتقداتك وأفكارك. هنا نرجع للإسلام، هنا العادة هذه بتاع الختان كانت تمارس في عهد محمد، وفما أحاديث معناتها في القرآن مش موجودة، لا حتى في التوراة مش موجودة، مش موجودة في حد شيء، فهمت؟ أما في العادات والتقاليد موجودة، وهي الآن أكثر شيء تمارس، فهمت؟ اللي معناتها بعض يتمسكوا فيها هم السلفيين، وحتى كما قلت لكم البهرة هذا أحد المذاهب الإسماعيلية، فما اللي يمارسوها، ويمكن توا يمكن نحاوها خاطر وجد، ومعناتها تعرفوا معناتها المسألة عند الإسماعيلية عندهم الإمام بتاعهم وينجم يبدل وكل شيء، مش كما عند السلفيين اللي هما يرجعوا إلا للنص. نلقاو مثلا أربع نصوص، رغم اللي بعضهم يضاعف النص الموجود اللي يتكلم على فهمت أم عطية، هذه النصر معناتها اللي من الأنصار اللي كانت تختن النساء في المدينة، وكيفاش محمد قال لها ما تقصوش الكل، خليه شوية مرفوع. يعني هنا الختان الوحيد الشرعي الإسلامي هو قص البدرة، هذه قص الشفة العليا والسفلى ليس من الإسلام، أو التخيط هذه عادات أخرى إفريقية. أما هذا الحديث تم تضعيفه، لكن فما ثلاثة حديث أخرين فهمت يعني يوضحوا ان الختان معناتها كان مسموح به، منهم الحديث بتاع محمد وترجعوا له معناتها في سنن ابن ماجد، اذا التقى الختنان وجب الغسل. هنا الختنان هو ختن المراه اللي هو البذره، وختن الرجل اللي هو الجلده اللي دايره بالحشفه. ثم حديث اخر، اذا جلس بين شعر بها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا حديث صحيح تلقاه في مسلم وتنجموا ترجعوا له، فهمت؟ وفما القصه نتاع عثمان اللي هو معناتها شرى جواري، ومن بعد عثمان قال اخفضوها وطهروها، وهو موجود في معناتها في الكتب الاسلاميه ان عثمان امر الجاريه انهم يخفضوها ويطهروها، يعني يختنوها. اما الحديث نتاع ام عطيه فهو حديث رغم اللي بعضهم يضعفوه، لكن ما هو اكيد، ما هو اكيد ان محمد ما حرمش ختان النساء، وان سمح به واعطاه كيفاش يتم الختان، هو انه ما تقص البذره كلها وانما قص شويه منها، وهذا في الحقيقه اجرام في حق الطفوله وفي حق الانسان بصفه عامه وفي حق النساء بصفه خاصه، ولهذا يعتبر ختان النساء من الجرائم الذي يجب محاربتها بكل الطرق، فهمت؟ احنا في شمال افريقيا ما عندناش، لكن في مصر والسودان وشرق افريقيا وفي اليمن وحتى في السعوديه وحتى في ايران بعضهم يمارسوه بعضهم، يعني هذا حقيقه اجرام كبير في حق الطفوله وفي حق النساء. وشكرا، والمره الجايه نتكلموا على معناتها ختان الرجال، طهارتنا الرجال، وسوف نتكلموا على المضار اللي هي ما تختلفش كليا، بل عندها نفس المضار لختان النساء. وشكرا، مع فيديو قادم وبسلام.